بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة نشاط للرياح على بعض المناطق، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا الحمد لله مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، تحسن كبير في قيم درجات الحرارة وخاصة فترات الليل، بنشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. ما زال بيأثر علينا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة فترة الصباح اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة، وطبعا وجود شدة الأشعة الشمسي بنحس بيه الأجواء الحارة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده في فترة الظهيرة تحديدا، ويمكن كمان احساسنا بقيم درجات الحرارة هيكون اقل من الايام الماضية. ده علشان الرطوبة اقل اليومين دول؟ عشان قيم درجات الحرارة اقل واحساسنا بنسب الرطوبة اقل، لان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فما بحسش بوجود نسب رطوبة، بالاضافة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب اوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، فبالتالي الكتل دي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها. بنحس أكثر كمان بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترة الليل، بيحصل انخفاض في درجات الحرارة بحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل بدأت تنخفض وتكون 24-23 درجة مئوية في شمال البلاد، بالإضافة كمان فترات الليل مع بداية فترة الليل ودخولنا في فترات المساء وساعات المغرب بيبدأ يكون في نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة ويساعد على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، فبالتالي فترة الليل أجواءها لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الموجودة معنا دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، ومتوقع أن هي تبقى موجودة معنا خلال الأيام المقبلة. شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق، حتى كمان فرص الأمطار اليوم تلاشت من معظم محافظات الجمهورية، يعني ما فيش أي فرص لسقوط الأمطار، فبالتالي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، فنقدر نستمتع بالأجازة على مدار الأيام المقبلة، لأن ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية. ومن يوم السبت اللي جاي هنبدأ يعني نشعر بارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة بحوالي درجة لدرجتين عظمى على القاهرة الكبرى 33-34 درجة مئوية، فمش هيكون ارتفاع ملحوظ في الحرارة، وهنكمل في الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. في النهاردة أمطار خفيفة جدا في بعض المناطق، نحب نعرف إيه المناطق دي، وكمان لو في رياح ممكن تكون حركتها واصلة أو سرعتها واصلة لكام؟ هي فرص الامطار اليوم تلاشت من على معظم محافظات الجمهوريه، يمكن احنا كان عندنا امس واول امس فرص امطار على المناطق الساحليه، لكن اليوم بدات فرص الامطار تقل تماما وتتلاشى من على كافه محافظات الجمهوريه، ومش هيكون في فرص لسقوط الامطار في اي منطقه من المناطق. بالنسبه لسرعات الرياح او نشاط الرياح، في طبعا موجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعه، غير مثير لاي رمال واتربه على بعض المناطق من القاهره الكبرى او محافظات شمال الصعيد، هي مناطق محدوده، لكن وجود نشاط للرياح في بعض الاماكن هيقلل احساسنا بنسب رطوبه ويساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. زي ما بنأكد تاني الاحوال الجويه الحمد لله مستقره، نستمتع بيها قبل دخول فتره المدارس.
أشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 32 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 32-24، اسكندرية 29-23، العلمين الجديدة 28-22، مطروح 29-22، دمياط 31-25، بورسعيد 30-25، الإسماعيلية 33-22. السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، العريش 31-24، كاترين 30-15، طابة 33-25، حلايب 32-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 35-26. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 24، بني سويف 33-23، الوادي الجديد 37-25، أسيوط 35-22، سوهاج 36-23، قنا 38-24، الأقصر 37-24، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول للدكتورة منار غانم.